بارفي ناو، الله يرحم الوالدين. دخل اللغه ديال جوج مستعمرين ديال فرنسا وديال الانجليز. نقسم الضو حدايا، واش دايرين رونديفو؟ كيفاش نقسم الضو حداك صاحبي؟ خلي الناس يشوفوا. واخا كنتسنى طبعا نرجيت نتكلم معاه غير باش نعاود نحطكم في الاطار. توصلت بالمطالب ديال الطلبه شنو هما، توصلت كذلك بالاصلاحات اللي الوزاره كانت باغا ديرهم. طبعا كان اكثر من 14 اجتماع ما بين الوزاره الوصيه وما بين الطلبه، وهاد 14 اجتماع ما عطاو حتى شي نتيجه. كانوا دورات استدراكيه كذلك، ولو طلبه ما مدوزينش امتحان. كما قلت المشكل هو نقل الدراسه من 7 سنوات الى 6 سنوات، كذلك امتحانات اللي ما دوزوهمش الدراري واللي خداو فيهم دي زيرو، وكذلك بعض الطلبه اللي تفصلوا واللي اصحابهم بغينو انهم يرجعوا. كنتسنى باقي نرجس انها تبان. نرجس ولا عماد عافاكم، عندي هنا لا ليست دي دوموند، نشوف اش كاينه فيها نرجس باش نقدروا نتكلموا على الموضوع. طبعا اي واحد عماد احنا كنتسناو. دونك نرجس اكسبتي، نتسناو على نرجس طلع باش تبان لنا. انا جاكسبت ولكن ما كيعطيني حتى شي حاجه. لا لا نرجس كتسمعوني؟ حلو، مرحبا بك نرجس. ميرسي بوكو. vous arrivez à m'entendre؟ وي انت كلشي مزيان؟ لا نرجس مزيان صافا الحمد لله. جو بونس صوتك كيتقطع شويه، مش كلشي كيسمع. كنظن بان انا بعدا كنسمعك مزيان. بارفي سوبر، يلا نبداو الحديث على الموضوع ديالنا. شكرا نرجس لان قبلتي الدعوه. بزاف ديال الطلبه ما بغاوش يدويو، ما عرفتش علاش ما بغاوش يدويو، لانه كاين اللي قال لواحد الدكتوره كنعرفها ضحى حميد الله صامد ابخو غوفيرنومون، ما ندويوش معاه. جو سوي با برو غوفيرنومون، انا ماشي مع الحكومه، بعيد انني نكون مع الحكومه، وكنحاول نوقف موقف حياد. علاش كنحاول نوقف موقف حياد؟ لانه كنعرف بانه ملي كيكونوا هاد المشاكل هادو داخلين فيهم المفاوضات وفيهم التاخير وفيهم اضرابات، فخاصك اولا تفهم الموضوع كي داير كامل وتعرف شنو كاين. السؤال الاول اللي غنطرح عليك نرجس، شنو في المقترحات ديال الحكومه، واذا بغاو الناس انني نقرا هاد المقترحات ديال الحكومه كاملين، شنو اللي ما عجبكمش؟ داكوغ ديجا ميرسي بوغ لانفيتاسيون، هي فرصه لينا باش اننا نوضحوا زعما الملف المطلبي ديالنا، باسكو رايجين عليه بزاف ديال المغالطات ونصححوهم بيان سور. ف ما يمكنش اننا نقزموا الملف المطلبي ديالنا كطلبه في 6 سنين ولا ما يروجوا له بخصوص الهجره الى اخره. خصنا اول حاجه نفهموا السياق باقتضاب زعما نهضروا عليه، وانه الطلبه كانوا كيسمعوا مجموعه من الاشاعات طوال اكثر من سنتين، يعني من 2022 ل 2021 وما كيتسناو، كيسمعوا اننا غنقصوا من 7 الى 6 سنوات، غنزيدوا طب الاسره. كل مره كانوا كيداروا لي غيون من طرف اللجنه الوطنيه، كيمشيو لاجتماعات وزاريه، يعني كانوا كيداروا اجتماعات في البدايه ولكن ما كانش توافق، يعني ميم زعما لي دوايان ما كانش عندهم حتى توافق على الرؤى. بقات الازمه غاده كتجرجر حتى وصلها زعما ل 2022، صدر القرار ديال تخفيض سنوات التكوين، باش في 2023 من بعد اصدار في الجريده الرسميه لو سي ام بي ان، يعني دفتر الضوابط البيداغوجيه اللي زعما هو كيتبازاو عليه، فيه تخفيض ديال سنوات التكوين بلا ما تكون واحد الرؤيه على كيفاش غنديروا لهذاك التخفيض ديال سنوات التكوين. يعني وصلت 2023 خفضنا سنوات التكوين، عاد كنقلبوا على كيفاش غنديروا لهاد الطلبه. الطلبه اللي كانوا معنيين بهذا التخفيض بين قوسين، كاينه واحد الماده جوج في هذاك القرار، هما طلبه بداو لو كورسوس ديالهم، يعني وصلوا السنه الخامسه لقاو راسهم واحدين. ملي وصلوا الطلبه السنه الخامسه، يعني في هادشي وسط الطرف في سبتمبر 2023، بداو كيتسائلوا، كيقول لك الممثلين واش كتضحكوا علينا، كتمشيو للاجتماعات كتقولوا لينا صبروا راه الشهر الجاي السيمانه الجايه من بعد غيعطيوكم تصور، لا راه باقي لا طب الاسره ديال لا باقي لا التصور الى اخره. طلبه عيا، يعني حتى حنايا كممثلين الطلبه ما كانش ممكن اننا نزيدو نستمروا في هذاك هاد الضبابيه كامله. يعني المشكل اساسا زعما الا جينا بصح نقولوا شنو هو المشكل، هو مشكل ديال التواصل. يعني هذاك المشكل ديال التواصل خلى اننا نجرجروا حتى لدو جنبير، وبقى ما عندناش اون فيزيون. كنقول لك انه طالب السنه الخامسه ديالو، العام الجاي هو السنه السادسه، يعني اخر عام، ما عارفش راسو شنو تابعو في السنه السادسه.
دونك وصلنا لديسمبر بقى ما كاين حتى فيزون، زعما كنا كنحطوا طلبات ديال الاجتماع، كنا كنقولوا بلي راه كاين مشكل خاصنا نلقاو الحل، ابواب يعني كانوا وقفات حل، حاولنا نحلوا المشاكل زعما محليا، كنحاولوا نهضروا زعما مع الاساتذه ديالنا محليا يتحلوا المشاكل الى اخره. وصل دجنبر 2023 يعني سالا لو بروميي سيمستر ديال 5 اني، بقى لك ان سول سيمستر، الطلبه مازال ما عارفين شنو تابعهم من اهم شيء. دونك ملي وصل دجنبر الطلبه اش كيقول لك؟ كيقول لك سي مانتونو او جامي، ما يمكنش نبقى كنتسنى، راه ما غيلقاوش معايا من العام الجاي. هي فاش تم الاعلان على الدخول في مقاطعه التعليم المفتوحه في 16 دجنبر، يعني في 16 دجنبر طلبه قرروا انهم يقاطعوا الامتحانات الدروس النظريه لعل وعسى يلقاو واحد طالبين حاجه وحده، هي هذيك النظره واضحه على المستقبل ديال الدراسات ديالهم. دونك وصل دجنبر كانوا زعما في الاول حاولوا زعما تعطلوا باش انهم يحاولوا يحتويوا هذاك الاضراب اللي بدا ما بين قوسين المقاطعه، داروا واحد في 16 17 و20 دجنبر، ملي فاش هزينا هذاك المقترح ديال محضر الاتفاق بين قوسين ديناه للطلبه، كيقول لك هادشي راه انا سمعته، عطاوني ديزاين ما كيحترموهمش، سمعته باقي ما عطاونيش فيزياء، سوف تحصل على رؤيه واضحه ان شاء الله من بعد. يعني نفس الهضره اللي كانوا كيسمعوها شفوي كانت مكتوبه في محضر بين قوسين. دونك لي زيتيون فاش هزينا هذاك المقترح بكل امانه ومسؤوليه ديناه اليوم، قال لك مشكل تضحكوا علينا عاوتاني، واش نبقاو عاوتاني نصبروا ونعاودوا نفس السيناريو العام الجاي عاوتاني نبقاو في الوقفات الى اخره. دونك وصلنا بقينا غادي من الازمه كتجرجر وقفات الى اخره، بعد عناء ديال عامين وبنادم كيتسنى بدأ الوقفات. وصلنا لفبراير كانت واحد الاجتماع في جو بونس 15 فيفري، نوراه مباشره يتم غلق باب الحوار بصفه زعما نهائيه من طرف وزير التعليم العالي، يعني صرح بها في ندوه صحفيه كيقول لك انا هاد الطلبه غلق معاهم باب الحوار. دونك فاش تغلق باب الحوار بدات الازمه بصح كتعمق، واحد لو سيلونس توتال، سياسه الاذان صارت غاده، ما كاينش حوار، طلبه في اضرابات زعما كاين اللي كان زعما كيجي الوقت الوطني يا كاين كانوا زعما حتى مسيرات الى اخره. المهم كاع الجهد كامل ديال الطلبه الشهور ديال الانتخابات، لا ربما يخرجوا المسؤولين يعطيونا واحد الاجابه. تخيل معي ان هذاك الوقت الطالب باغي غير جواب، وصحد لو سوي اللي لي تيجون ولا كيقول لك صافي انا بقيت باغا والو، زعما ما تقول لي حتى حاجه، ما تعطينيش شي مقترح، انا بغيت هذاك الشيء اللي كان عندي، هذاك التيماني كما كانت عندي، هذاك التكوين كما عندي بغيتو غير هو خليه ليا. دونك ملي وصلت لو سويل هاد نعم هي ديال المشكل ديال الصوت، اذا كان الناس كيسمعوا الصوت مزيان ماشي مشكل، انا بغيت نثير الانتباه ديالك، انا شويه كيتقطع ولكن ماشي مشكل، حنا متبعين. داكوغ خلاص اكتبوا لي في كومونتير اذا كان كيتقطع الصوت نحاول. صراحة كنسمع مزيان، انا كنسمع مزيان كتسمع مزيان باش الناس اللي كتسمع دونك وصلنا لهذاك لو سوي اللي ليتوديون في كيقول لك خلي داكشي اللي عندي سنوات التكوين ديالي، انا ما تبقاش زعما دير هذيك العشوائيه زعما تقترح عليا شي حاجه خياليه، خلي داكشي اللي عندي هذيك السنه السابعه كما كان هذاك التكوين خليه ليا كما هو. دونك ليتوديون ولا كيقول لك انا كنشوف راسي في 5 ماني، الاقتراح زعما ديال الاصلاح بين قوسين هو انه حيتي العام اللي كيعادل واحد 600 ساعه ديال التكوين اللي كان ممكن انه يخليني نحس براسي بلوز ضابط ابراتيكي فهذيك لا سيتيماني، باش تقول لي راه درت الاصلاح بين قوسين، علما انه الحدود اليوم راه كنسولوا شنو هو السبب ديال لا ريدكسيون ديال لو نومبر ديال لي زاني 6 سنين، ما كاينش شي جواب. شنو كيقول لك في الاول زعما في البدايه ديال الاجتماعات الاولين اش كان كيتقال لينا؟ باش نربحوا عدد الاطباء. فاش جاو لي زيتيديون كتقول لهم راه قال لك باش عندنا خصص الاطباء وخاصنا نلقاو ليه حل وداكشي علاش نقصوا 6 سنين، بداو كيحسبوها بلي سويت ماتيماتيك زعما بكل زعما روح رياضيه وزعما بالعلميه اللي كاين عندنا، بداو كيحسبوها القيمه اللي كتربح. مثلا كنتي في 10 سنين غتربح 10 ديال لي بروموسيون، وليتي في 10 سنين غتربح اون بروموسيون، دونك بوغ اون سول بروموسيون اون ساكريفي لا كاليتي دو فورماسيون ديال هاد الناس، يعني الجوده ديال التكوين ديال قصناها، اون ساكريفي زعما بالمستقبل ديال هاد الطلبه اللي مابقاوش عارفين زعما شنو تابعهم من ورا هذيك السنه السادسه، هما السنه الخامسه وقربوا السنه الختاميه ما عارفين شنو غيطرا، اون ساكريفي تو سا باش تقول لي غنربح اون سول بروموسيون. فاش كتجي كتحط هاد المعادله في راسك كنشوفوا اليوم السياق
ما كانش حل زعما بالنسبه للعدد ديال الاطباء، والدليل على ذلك هو انه في 10 شهور، ودابا راه 10 شهور راضي يعني ما يقارب عام، باش تقول لي انا غنربح اون سول بخوموس، راه لا يعقل. دونك هذا عمق المشكل اكثر، وزاد زعما المشاكل زعما عاود رجعهم اعواص مما هي كانت عاليه. دونك وصلنا لهذا القديم ديال 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 كما راه كنهضر معكم بوجود، واش الان كتعتبروا بانكم وصلتوا مسدود مع الوزاره؟ واش هذه الاختيارات التصعيديه اللي درتوا انتم كتشوفوا بانها هي الحل الوحيد، بانه ما كاين حتى شي طريقه للحوار مع الوزاره، على الرغم من انه كما قلت كانوا 14 اجتماع قبل ديك الشيء، كان تدخل ديال مؤسسات الوسيط سي بن علو والاطر ديال مؤسسات الوسيط حاولوا انهم ياخذوا حل. واش انتم ما خايفينش من تسييس القضيه ما بين الطرفين؟ واش انتم فاهمين التشكيلات اللي كاينين وشكون المتدخلين؟ واش هي متعلقه فقط طلب الطب، ولكن ساعات كتحاول على طلب ما باغاهمش يرجعوا لمقاعد الدراسه؟ انا هاد الاسئله كنطرحهم باش نعرف انتم بيناتكم كطلبه كتناقشوا في هذا الشيء، كتقولوا المطالب ديالنا علميه محضه، ما عندنا حتى شي علاقه بالسياسه، حنا طلبه ديال الطب باغيين واحد المقرر هكي يكون، واحد البروغرام هكي غيكون. كنظن بانكم سامعين على لي جروبمون سانيتير تيريتوريو اللي غيكونوا كيتجمعوا فيهم تنتيلي دي سي اش ديال المستشفيات الجامعيه في مدن اخرى، وكيقولوا بانه 6 سنين غادي يكونوا فيها جميع لي موديول، وبانه في السنه الخامسه وفي السنه السادسه غيكون ستاج اي فورماسيون. سمحوا لي سؤال طويل، حيت باش ما نخليكم تفيض الامور كامل. عماد الا قديتي سمح لي هذه المساله، وصلتوا لبعض، واش انتم حاضرين من يحاول ان يسيس القضيه؟ لان انتم القيمه ديالكم كبيره كمواطنين مغاربه وكطلبه ديال الطب، وشنو رايكم فيما يقال بانه هذا لي ستاج واخا غينقصوا عام ديال ستاج، فانتم غتقدروا تستافدوا انكم تمشيو مستشفيات مختلفه؟ اول حاجه السلام عليكم، شكرا بزاف على الاستضافه، زعما هذه فرصه باش ننوروا الراي العام على القضيه ديال طلبه الطب والصيدله، اللي للاسف صراحه حنايا حزينين عليها كطلبه، حزينين عليها بزاف. راه بلاصتنا صراحه ماشي هي في الشوارع ولا هذا، راه بلاصتنا هي في لي زونفي ديالنا وفي لي تيغان دو ستاج، يعني في المستشفيات الجامعيه. يعني ملي كنشوفوا طالب طب في الزنقه وكنشوفوه في الشارع، راه الحاجه كتالم القلب، وهاد الحاجه في نفس الوقت كتبين على انه مستوى السخط الطلابي داخل كليات ديال الطب والصيدله في المغرب راه طالع وطالع بزاف. يعني ان ستوديون اون ميدسين راكم عارفين كيفاش من 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 الصغر ديالو راه كيكون، يعني كيكون كيقرا وكيكون متفوق دراسيا وكيجيب ان كونكور كي تري سيليكتيف، يعني انتقائي بزاف باش يدوز لذاك لافاك، وملي كيطلع لذاك لافاك يعني راه كيتعذب في قرايته، والقرايه ديال الميدسين ماشي شي قرايه اللي سهله، يعني باش تشوفوا كيضحي بالتكوين ديالو اللي هو اغلى ما يملك، راه ديجا خصنا نطرحوا علامات استفهام. حنايا الصراحه انا رجعت عطات زعما واحد الكونتيكستواليزاسيون ولا السياق العام اللي جا في هذا الاضراب، ولكن للاسف كنا كنتمناو انه في العامين مورا ما خرج القرار ديال يعني الاحادي من طرف الوزاره ديال تقليل سنوات التكوين، كنا كنتمناو انهم يستجبوا. كتسمعوني مزيان؟ كتسمعوني مزيان؟ كيقولوا الصوت ناقص. المهم دونك كنا كنحاولوا انه يعني كنا كنديروا طلبات حوار، كنجلسوا مع الوزاره فقط لاننا باغيين نفهموا علاش هذا السبب ديال التقليص، شنو الرؤيه ديال الوزاره، واش كاين طب العائله غادي يطبق، واش يعني غادي شنو المصير ديال المبارزه الداخليه، شنو اللي يعني اللي يعني التكوين في 6 سنوات شنو هو، الطالب في السنه السادسه شنو غادي يكون المهام ديالو داخل المستشفى الجامعي، المآل ديال يعني المستشفيات ولا يعني داك ال 1000 ساعه ديال التكوين اللي كاينه في السنه السابعه شنو غادي يكون، يعني مجموعه من الاسئله اللي حطيناهم بكل جديه وبكل مسؤوليه كلجنه وطنيه للوزاره، كنا لهم وسميناه ملف تدابير استعجاليه، يعني ملف تدابير استعجاليه تحط في جونفيي 2020 في جوان 2022، يعني في شهر 6 2022 ما كاين لا اضراب لا والو. كنقولوا لهم اون تير لا سوني دالاغ، كنقولوا لهم كندقوا ناقص الخطر، وكنقولوا للوزاره راه هذا الوضع هذا يثير مجموعه من الاسئله، راه هذا الشيء ما عاجبش الطلبه، والطلبه راه عندهم مجموعه من التساؤلات اللي خصهم تجاوب يعني واضح، باش يعني ما حنايا ما عندناش زعما ما بغيناش يعني نوصلوا لمستوى الاحتقان اللي كاين دابا. صراحه كانت استجابه من طرف الوزاره، يعني كنا كنجلسوا في الاجتماعات كنناقشوا، وكل مره كيكون واحد يعني واحد لافيزيون ولا واحد الرؤيه ديال العميد، وهذا مره كنسمعوا طب الاسره غادي يكون، يعني طب الاسره شنو هو دابا؟ كاين الميدسين جينيرال في المغرب اللي هي كانت في 7 سنين،
حاليا راه بعد القرار رجع 6 سنين، كانت في 7 سنين. شنو كي شنو شنو الطالب مورا 7 سنوات كيمشي يا اما يخدم في المستشفى او لا كيمشي يعني يدير التخصص ديالو او لا يمشي على برا. هادو هما الثلاثه الاختيارات اللي كانوا عند الطالب حاليا. يعني من بعد داك ملي كنا كنسمعوا قرار التقليص، النموذج التنموي شنو جا؟ جاب واحد الفكره جديده، واحد الفكره جديده على المغرب ماشي على العالم، اللي هي طب العائله. يعني انه اي طالب دخل الكليه ديال الطب والصيدله ما غادي يخرج من، ما غادي تعطى له يعني الدبلوم او الحق في الممارسه. هنا كنفرقوا ما بين جوج مصطلحات وجوج مفاهيم اللي مهمين، اللي هما الدبلوم وحق الممارسه. يعني ما غادي تعطى له حق الممارسه حتى من بعد انه غادي يدير 3 سنوات من بعد 6 سنوات ديالو، يعني 9 سنوات. وهذه هي طب الاسره، هذيك طبيب العائله ولا طبيب الاسره كيكون عنده واحد يعني نقولوا طبيب يعني عام بلس بلس بلس. شنو كيدير؟ يعني كيقدر يدير ايكو كور، يقدر يدير شي بعض يعني التحاليل كيكونوا بلوس سبيسياليزي، يعني عنده واحد يعني واحد الصلاحيات اكثر، السويفي ديال الديابيت اتسيتيرا. وهذه هذا هو المنظور ديال النموذج التنموي اللي جا فيه تقليص ديال سنوات التكوين من 7 الى 5 سنوات، وزائد طب العائله، اعتماد طب العائله كتخصص. موراها شنو غادي يجي؟ غادي يجي يعني العمداء، شبكه العمداء داروا ان ترافاي وقالوا صراحه لي زيتود ميديكال امبوسيبل تكوندونسيهم في 5 سنين، غادي نزيدوا 6 سنوات. ولكن لوبتيك ديال نزيدوا سنه باش نرجعوا 6 سنوات، ولكن لوبتيك ديال طب العائله باقي موجود، باقي كاين. يعني راه حنايا غادي نديروا تخصص بين ليله وضحاها، كنشوفوا انه لا ميتين دو فامي اي تي ابوندوني. يعني ولينا بحال داك السيد اللي داك الغراب اللي بغى يشد المشيه ديال الحمام، صدق ما شد لا المشيه ديال الحمام لا المشيه ديال الغراب. حيدنا عام من التكوين، حيدنا 1000 ساعه ديال التكوين، وما عوضناها حتى شي حاجه فوسط لو كورسوس. بقينا يعني بواحد واحد التكوين اللي هو مشوه اون اني اي تي او تي، تحيدات من التكوين بدون اي يعني مبرر او لا سبب. واخا الطلبه بداو كيقولوا هاد السلك الثالث اللي هو ابتداء من السنه السادسه بدا كيتقاص، يعني بدا فيه دي شانجمون. وخصنا نعرفوا المصير ديال الداخليه اللي هي اللي كتخليك تولج للتخصص، خصنا نعرفوا المصير ديال الاقامه شنو كاين. وحنايا كلجنه وطنيه مازالين في المقاربه ديال التشارك هي في الاصلاح، يعني كنمشيو كنجلسوا في الاجتماعات وكنحاولوا نسولوا العام الاول العام الثاني، ومع الاسف مازالين كيتعطوا كل مره دي ديدلاين. السلك الثالث الهيكله ديال، ملي كنهضر على السلك الثالث هو سلك التخصص. السلك الثالث تخرج الهيكله ديالو من دابا واحد الشهر، دابا واحد الشهرين. لا فيزيون على ميتين فامي نعطيكم اجوبه عليها. وحنايا كممثلين كنمشيو للجموع العامه وكنمشيو عند الطلبه وكنقولوا لهم شوفوا راه هذا النهار هذا هو الديدلاين باش تكونوا عارفين شنو كيفاش غتقرا. هاد النهار هذا غادي نقول لكم واش غتكون طب الاسره. هاد النهار هذا يعني تعطاو دي ديدلاين، واشاك فوا ما كانوش كيتحترموا. هادو القرارات هي كان وعد باشراك الطلبه في اتخاذ القرار، تتفاجئوا نتوما بالتنزيل هبط ديك الساعه وما توقعكمش. ما كنهضروش على الاسباب، اما الشكل ديال التنزيل اللي صراحه كان يعني اونتي بيداغوجيك، يعني ما تمش اشراك جميع الفاعلين، ما تمش اشراك يعني الاساتذه اللي هما المسؤولين الاوائل على البيداغوجيه، وهادشي كاين في البيان ديالهم، وما تمش اشراك الطلبه اللي هما اللي سناو معاه الوزارات الوصيه انه اي حاجه التكوين ديالهم غادي تكون بالاشراك. ما كنقولوش حنايا اللي غادي نديسيديو، حنا ما يمكنش نديسيديو، ولكن ان واحد يعني غير اقتراح بحكم اننا كنكونوا في لي تيغان دو ستاج، بحكم اننا كنكونوا يعني اون كونتاكت ديريكت مع لا فورماسيون ديالنا، وهادشي كيتم بواحد التشاور في جو يعني اللي هو يعني فيه الاحترام وفيه يعني يعني البناء، يعني واحد كنخدموا الذكاء الجماعي باش نوصلوا لواحد الحل. للاسف هادشي جا بواحد الطريقه يعني احاديه لواحد الدرجه يعني لا تتصور. ومن بعد حنا تبعناها بدي كونفيتاتونيغ براتيك باش اننا نحاولوا نقدوا ما يمكن انقاذه، ولكن للاسف سنتين ديال لو سيلونس غاديو، سنتين حنا كنتسناو اجوبه اللي ما كاينينش، لدرجه انه الطلبه ملي كنمشيو عندهم بجمعه عامه كنقولوا لهم صبروا راه كاين واحد يعني كاين اون فيزيون من طرف الوزاره. المره الاولى تقالت واخا، المره الثانيه تقالت واخا، المره الثالثه ولاو هما كيقولوا لنا انتم ما باغينش، يعني انتم كتخبيو، انتم ما بغيناش نهضروا على لا فورماسيون ديالنا، انتم كتبيعوا التكوين ديالنا. بحال اللي كتقال لنا بجمعه عامه بهذه الطريقه هذه. يعني ان مومون دوني الممثلين ما بقاوش قادرين يديروا داك لو لين، لا كونفيونس اي تي بريزي. داك حبل الثقه اللي كان بيننا وبين الوزاره فاش كنشوفوا حنايا كنقولوا نهضروا على التشارك، ولكن للاسف كيخرجوا القرارات بطريقه احاديه، وكيتم يعني يعني المضي قدما في هذه القرارات بدون اشراك. طلبوا وصلوا لواحد الوقيته وقالوا هذا الشيء لا يمكن، خرج
يعني يعني لوسيتين الاولاني لوكال، الوقفه الاحتجاجيه الاولى دارت، الوقفه الثانيه دارت، اضرب انداريد نهار، اضرب انداريد يومين، سيمانه، مورها مشينا الانزال الوطني، ولا حياه لمن تنادي. يعني ما كاينش حتى واحد ما يهضر معاك، حتى واحد ما يقول لك ها شنو ها الاجوبه اللي كتسولوا عليهم، علما انه طلب اللي كونسيغني بهذا القرار، هذه مازال غادي نرجعوا لها قرار التقليص، راهم وصلوا السنه الخامسه، يعني طبق عليهم قرار باثر رجعي. انا دخلت جيتيني بوغ افواغ اون فورماسيون دو 7 ans، حتى كنوصل لا 4 اني ديالي كنشوف الجريده الرسميه بواحد الطريقه يعني احاديه انه تنقصات ليا اكثر من 1000 ساعه ديال التدريب الاستشفائيه. اللي كنقولوا لا بروموسيون دو ترانزيسيون، يعني بحال بغيتي تقول القسم الانتقالي فيكم انا هو اللي في 4 اني. اكزاكتومون اكزاكتومون. دابا المشكل اللي كاين، المشكل اللي كاين هو هذه الفتره الانتقاليه كيفاش كتتم، يعني جميع الاصلاحات على مدار التاريخ في المغرب ديال يعني الدراسات في التعليم العالي شنو كيكون؟ كتكون لا بروموسيون اللي طالعه لا بروميير اني ايل شاس لونسيان سيستيم، يعني لا بروميير اني الجديده كتبدا كتكون خارجه بان نوفيل ريفورم، اللي قبل منها كتكون بلونسيان ريفورم، وكتبقى هذيك البروميير اني حتى كتوصل لا ديرنيير اني ديالها باش تخرج. المشكل اللي وقع هو انه جينا في وسط لا فورماسيون ديال هاد لي ستوديون اون ميديسين، حيدنا لهم اكثر من 1000 ساعه ديال التدريب الاستشفائيه، وقلنا لهم انتم غادي تخرجوا بهذه الطريقه هذه، وهذا القانون يطبق عليكم باثر رجعي، ماشي لي ستوديون اللي في لا بروميير اني. اعتبر مثلا بان الدوله هذه، وانا هنا ما كندافعش على الوزاره، ولكن كنحاول نطرح السؤال لاجل تقريب وجهه النظر، يقدر يكون خطا في التقدير، ويقدر يكون خطا في التعامل مع الامر، لان دابا ثاني كتكون الحكومه كدوي كتقول انا ما ندويش مع التنسيقيات، ومن بعد كتعرف بانها ثانيه في 2019 وزاره التعليم العالي ثانيه مع التنسيقيه ديال طلبه الطب بانها تشاركهم في القرارات. واش انت بالنسبه لك واحد الدوله ولا واحد الوزاره اللي كتستمر في هذاك الطالب ديال الطب مئات الملايين وعشرات الملايين، لا فورماسيون كتقام ما بين 1 مليون 200 حتى 1 مليون 500 ميل درهم، واش كتعتبر بان هي في خطوه من الخطوات غتحاول انها تخرج على ذاك الطبيب ولا تعطيه فورماسيون ناقصه؟ حنا ما فهمناش، وهو غير كنسالو كنقولو كيفاش، كنقولو علاش، كنقولو هذا شنو السبب، علاش حنا، هذا هو السؤال اللي طرحنا في الاول. راه كما قلت السي صامد، المشكل اللي وقع هو انه القرار خرج هذه عامين، ما خرجناش اضراب ديك الساعات، حيت حنايا عندنا حسن النيه في البلاد ديالنا، كنتيقوا في المؤسسه ديالنا، وكنتيقوا في الوزاره ديالنا، وعارفين انه الا داروا واحد القرار سيكو كاينه اون فيزيون ديغيغ، سيكو عارفين علاش دايرينه، سيكو كاين واحد الخبراء، كاينين شي ناس، كاينين اساتذه نورمالمون هما اللي داروه. من بعد فاش كنعرفوا ان الاساتذه ما كانوش مشروكين، الطلبه ما كانوش مشروكين، سبب القرار كنسولوا علاش تنقصات 1000 ساعه من التكوين، شنو السبب؟ كيقول لك باش تربح من عدد الاطباء. فالماتيماتيكمون كما شرحت نرجس راه سي امبوسيبل، ما يمكنش غادي تربح برومو وحده، يعني شنو هو السبب ديال باش نرجعوا بحال الدول الاخرى؟ هذه مغالطه قالت في وسط قبه البرلمان، بغينا نرجعوا بحال الدول الاخرى، هكذا قالت، حيت الدول الاخرى فيها 6 سنين وفيها 4 سنين، كانوا السيد الوزير صرح في وسط قبه البرلمان انه كاينين دول كيقراو 4 سنين الميديسين، تقالت الطلبه مشاو كيقلبوا على الدول لي سيستيم، حنايا ما يمكنش نكونوا بوحديتنا خارج، يعني كنغردوا خارج السرب، مشينا كنشوفوا الدول فين شحال لو ميديسان كيقرا، او شحال لو ميديسان دلوقت شحال السنوات ديال لا فورماسيون بوغ افوار ان ميديسان. هنايا غادي نرجعوا لا نيونس، او المشكل اللي وقع في الاول اللي قلت لك خصنا نركزوا على المصطلحات، اللي هو حق الممارسه والدبلوم. حق الممارسه بطريقه مستقله في جميع بلدان العالم المعدل هو 8 ل 9 سنوات، ما كايناش دوله في العالم كتسمح للطالب الطبيب انه يزاول بوحدو من بعد 6 سنين ديال فورماسيون. يعني مشينا اوفيسيال ديال كل اونيفرسيتي، فرنسا، اسبانيا، المانيا، امريكان، يعني المعدل كاين شي وحدين 12 عام، ما كاينش شي واحد كيزاول بطريقه مستقله من بعد 6 سنوات. يعني كنقولوا حنايا، يعني حنايا بدينا كنقولوا شنو هو هذا السبب، هذا مازال ما معروفش. يعني الحجه الاولى اللي قالوها المسؤولين ديال التقليص ديال اننا نربحوا عدد الاطباء تبينت انها غلطه، الحجه الثانيه ديال اننا باش نرجعوه بحال لي سيستيم الاخرين غلطه، الحجه الثالثه ما كاينش زعما كيقول لك باش يعني نكوندونسي ولا فورماسيون، مالوغوزمون غلطه، حيت انا طالب في السنه الخامسه، صاحبي طالب في السنه السادسه، قرينا لا ميم شوز، اكزاكتومون لا ميم شوز، لو ميم بروغرام، جينا بنفس الطريقه ديال يعني لا ميم فورماسيون خديناها بحال واحد نقصات له، واحد غادي يدوز لا سيتيام اني ها هما غايت افيكتاو تري بروشينمون، واحد اللي راه في سانكيام اني غادي يدوز ان ما وتحيدت له 1000 ساعه براتيك. هنايا كنسالو كنقولو شنو المشكل، شنو الحاجه
شنو يعني هنا يبداو كيوقعوا حتى المسؤولين بداو كيتسائلوا كيقولوا شنو اللي مخليه الطلبه يخرجوا، شنو اللي مخلي الطلبه يخرجوا؟ انا محيد لهم عام ديال يعني القرايه، اي واحد كيفكر بالمنطق ديال الدبلوم، يعني ان دبلوم يعني انا مثلا انجينيور ربحت عام بالقرايه سي ان غاني دو بلوس في حياتي. غير اسمح لي نسالي هذه النقطه، نسالي غير هذه النقطه وانا معك، نسالي غير هذه النقطه عافاك. يعني يعني المشكل يعني انا كايتوديون مثلا اون انجينيور ولا هذا، تحيد لي عام عام رابح، يعني عام نمشي ندير فيه دي ستاج نتعلم فيه ناخذ فيه اكسبيريونس. هذا بالنسبه للانجينيور. بالنسبه للطبيب كيقول لهم يعني المسؤولين كيتسائلوا علاش هاد الناس هادو محيدين لهم عام ديال التكوين كيحتاجوا، رابحين عام من حياتهم كيحتاجوا. كنقولوا لهم حنايا راه هذا الشيء ما كنحتاجوش، كنحتاجو من اجل جوده التكوين، من اجل انه الطبيب غدا ملي غادي يمشي لذاك السبيطار راه غادي تكون عنده مسؤوليه قانونيه وقبل منها انسانيه مع الله ومع ذاك العبد اللي غادي يتلاقاه. يعني ملي غادي يؤدي واحد القسم، يعني ملي هذيك الطبيب هذيك القسم خصو يكون قاد به. انا ملي غادي يجي عندي ان مالاد و ان باسيون خصني نداوي على حقي وطريقه، على حقي وطريقه. ملي غادي فهمتي لو ريزونمون منين جاي؟ دونك هذا الشيء اللي خطوعه ديال المجموعه ديال يعني هاد لي زاربيمون اللي قلت كاملين، الطالب كومبوزاهم كاملين، ركب البوزل، بان له كو لا ديسيزيون الي 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 مال يعني اوبلا الي تي ديبلاسي ولا ما دارش بالطريقه الاجراءيه ديالها كانت غلطه. هادشي اللي والضبابيه تزادت عليها، يعني بقينا كنتسنى واحد العامين ديال الانتظار ما لقيناش الجواب. هادشي خلى يعني داك لو موفمون ديسكالاد ولا بحال داك لي في بول دو نيج بدا كيدار. لي ستوديون اللي قلت معنيين بالقرار وصلوا لا 5 اني صافي، وصلوا يعني كنقولوا وصلوا لو ماكسيموم اللي خلى هادشي ديجينيري. عماد انا كما واحد السؤال، دابا بزاف ديال الناس كيقولوا الاسئله خارج السياق، خاص الناس يفهموا انني كنطرح اسئله المواطن. الناس كيبغيين الاسئله اسئله لا اسمح لي اسئله هي هذيك التقنيه ديالكم وكل شيء راه انت كتشرحهم، انني كنطرح سؤال راك انت ليا بتفاصيل تقنيه في المساله ديال التكوين ديال الطب، واش 5 سنين ولا 6 سنين ولا عند 4 سنين و 5 سنين و 6 سنين ديال التكوين، وتا هما كانوا خفضوا عدد السنوات. المغرب واحد واللي فيه المشكل حكم ممارسة ولي عليه العمدة. أنا فاهمك، المغرب تا هو واحد الوقت كان خفض عدد السنوات من 8 سنين ل 7 سنين. الآن جا قرار يتخفض عدد السنوات من 7 سنين ل 6 سنين. أنت من خلال المسائل اللي كتقول لي كيبان لي بأنه المشكل كامل كاين على مستوى القسم ولا الفوج الانتقالي. اللي كيقول لك أنا قريت واحد العدد ديال السنوات كان خاصني نزيد واحد العام واحد آخر. واش أنت بهذا الشيء كتقول لينا بأن الطبيب غير قادر على أنه يمارس إلا قرا هذيك 6 سنين؟ واخا انا نجاوب. واش نكمل السؤال ديالي، الا بدينا البروغرام ديال الطبيب كنقول ليه انت غادي تقرا 2 سنين، غادي دير فيها 2 سنين ديال الفورماسيون، فيها غير قرايه من السنه الرابعه، وعندك لي ستاج 5 و 6 اني افيك لي موديول. هادشي اللي غيبدا من بريميير اني عنده المساله ديالو. انت من خلال داك الشيء اللي كتقول كتقول بان 1000 ساعه ناقصه، واش بالنسبه لك دابا الطبيب اللي قرا 5 سنين ودار العام ديال السادس غير قادر على ممارسه المهنه ديالو خلال هذوك السنوات ديال انا غير باش في السنه السابعه بوحدها تحمل المسؤوليه معالجه شخص ما. انا شوف عماد، انا ماشي ضدكم، بالعكس انا كنحاول غير نفهم هذاك الفوج الانتقالي غيكون ضحيه، خاص هذاك الفوج الانتقالي يديروا معاه حل، ولا مع الافواج كاملين اللي من الدوزيام اني ولا من التروازيام اني اللي سناو على 7 سنين يكملوا لهم 7 سنين وابارتيغ لا بروميير اني ديال العام يديروا السيزون. مزيان فهمتيني؟ اه فهمتك. دابا هادشي اللي كاين، يعني دابا حنا بدينا كنوصلوا للمشكل، يعني بدينا كنعرفوا علاش الطلبه راهو كيغوتوا، يعني دابا بدينا كنشوفوا مستوعيين المطالب ديالهم. كاين واحد الحيف اللي ممارس على هاد الدفعات هادو اللي دايزين في هاد القرار ديال 6 سنين من بعد ما انهم خداو انفورماسيون اللي كانت في الاول ادابتي لسيطو. متفقين؟ داكور. الدفعات اللي راهم دابا يعني من السنه الخامسه الرابعه الثالثه الثانيه والاولى اللي دابا راهم نورمالمون خصهم يكونوا اون دوزيام اني، هادو كاملين خمسه الافواج كنقولوا انهم غير كيعانيوا من واحد الحيف، انهم عندهم مشكل في العدد ديال الساعات ديال التدريب. علاش؟ نشرحوا المشكل اللي كاين. دابا الحكومه الحمد لله من بعد هذا الاضراب داركات الخطا ديالها ودارت واحد النظام جديد ديال الدراسه جديد كليا، فيه يعني له ما له من مميزات وعليه ما عليه من مؤخرات، ولكن هادشي ماشي حنايا يعني ماشي حنايا اللي مسؤولين على الـ على الـ على الـ على التقييم ديالو، سي بلوس يعني لي بيداغوغ والاساتذه ديالنا. ولكن او موان الى اسوري واحد الحاجه مهمه اللي هي سنتين من التدريب الاستشفائيه كامله الوقت، بحال اللي قلتي السنه الخامسه والسنه السادسه، يعني
دابا انا اكتويال مع اون 5 اني كنت كنقرا كندير ستاج من 8 ل 12 وكان وكان وكندير لي كور تيوريك من 2 ل 6 هذا هو اللي كان دابا شنو كاين دابا هذا هو اللي كاين في البوغاد لي 5 برومو بوغ لا برومو لي دابا داخل البروميير اني لا 5 اني ديالها غادي دوزها كامله في السبيطار من 8 ل 4 د العشيه يعني الى اسوري داك لو ستاج بلان طون مزيان وي دابا هاد لي ستوديون كي ستون en 5e, 4e, 3e, 2e, 1ère année, qui dit que j'ai consommé le programme li bhad 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 القضيه ديال bhad على اساس 7 سنين انا je veux هاد لي formation هاد لي 2 ans de stage plein temps بغيتهم يكونوا في لا فورماسيون ديالي حشراني تحت في عام ديال التكوين هادشي هذا هو اللي طالبنا به وللاسف الحكومه ما كتستجبش كتقول لك لا انا هاد لي ميتسا هادو يعني هي عارفه واحد الدفعات اللي قبل منا عندها تكوين 7 سنوات بسنتين كامله تدريب كامله الوقت الدفعات اللي صغر منا يعني البريمير ابارتير من البريمير اني عندهم تدريب سنتين ديال تدريب كامله الوقت وخمس دفعات كتعاني من واحد الحيف وكتعاني من واحد الظلم وعندها واحد 1000 ساعه ديال التكوين ناقصه بهذا المنطق هذا وقعت لا بالونس هادشي ما عنده بالنسبه لكم علاقه بالهجره رغم انه كاين استقطاب كثير الاطباء المغاربه كاين اللي كيقرا ديك 7 سنين كيمشي لالمانيا ما كيعاودش يرجع وكيمشي لفرنسا ما كيعاودش يرجع هادشي ما عنده حتى شي علاقه بالهجره بالنسبه لكم باش نصحح انا الفكره دابا هانت بديتي كتفهم كتفهمني زعما لو كونتيكست منين جاي هاد القضيه ديال الهجره المشكل الهجره تروح من دوبي توجور هذاك عندك مشكل واحد اخر كاين بسبب لاتراكتيفيتي الجاذبيه للقطاع وهادشي ماشي انا اللي كنقولوا هذه الهضره ديال السيد الوزير الصحه يعني الطبيب الا بغيتو يبقى في المغرب خاصني نعطيه يعني المحفزات ديالو الماديه وسورتو خصني نوفر له الظروف فين اكزيرسي ملي نمشي انا مثلا ان بواتلان كيلكو سوا في اي بلاصه في المغرب يعني خصني نلقى يعني ليكوغرافي خصني نلقى الراديو خصني نلقى خاص ما يمكنش نرجع سيفتولوج شنو هي سيفتولوج كنجي يعني باسون كيقول له السلام عليكم انصيفطك لهذا السبيطار حيت انا ما نقدرش نداويك ما عنديش المؤهلات باش نداوي هذا الشيء اللي كيخلي الطبيب يهاجر هذا هو السبب الاول وهذا الشيء هذا حسب يعني دراسات داروا في الكليات وسورتو راه ماجستير في الكليه ديال كازا داروا دراسه على الاسباب اللي كتخلي الطالب يهاجر والاكبر السببين هما الظروف ديال التكوين زائد المحفزات هادو هما اول اسباب اللي كيخلي الطالب يهاجر يعني دابا بسبع سنين بست سنين اولا بخمس سنين اولا باربع سنين هذوك لي بي كاملين بهم محتاجين حتى هما الاطباء تمشي لعندهم اي سوفي انك تعطيهم كارطونه يقولوا لك لا فورماسيون ديالك ناقصها واحد مثلا 200 ساعه ديال الطاج لا فورماسيون ديال هادشي راه كان كيوقع حتى بسبع سنوات راه ماشي جديد ماشي يعني تما تخلص لا فورماسيون ناقصها مثلا هاد الطاج في هاد البسيكياتري باغ اكزومبل لا فورماسيون ديالك ناقصها مثلا الطاج في الجينيكولوجي باغ اكزومبل شي حاجه بحال هكا اللي كاين با اوبليغاتوار في لا فورماسيون ديالنا شي حاجه اللي ما دارتش يعني في لا فورماسيون كتمشي كتردها يا اما في المغرب يا اما تما اليترونجي ولا لو ديبلوم ديالك الي ريكوني باغ ديك لو بي حيت راه المشكل ديال خصائص الاطباء كاين بارتو دون لو موند ماشي غير في المغرب بالنسبه لك الدوله تاعك كانت كتخسر على الطبيب الفلوس خاصها كذلك تعطيه الامكانيات باش يقدر يخدم في احسن الظروف وهي تحافظ عليه لان لو قريني وتخلص عليا الفلوس ما كيكفيش الا ما عطيتنيش الظروف الملائمه للعمل من غير صراحه من غير الفلوس يعني من غير لو بوين ديال الفلوس كاين لو بوين ديال يعني انا الظروف اللي قلتي وكاين لو بوين ديال انه انا خصني نشوف شنو الحاجه اللي مخليها الطبيب هذا يهاجر نعالجها والحمد لله راه بداو كيداركوا دابا يعني الوزاره بدات كيداركوا وكاين عمل يعني وهاد لي جي اس تي صافي بارتي من الاصلاح اللي حنايا كاملين كنتسناو يعني يتفاعل على ارض الواقع لانه لحد الان مازال زعما يعني ما كاينش يعني لا النصوص التنظيميه ديالو ولا حتى شي حاجه اللي واضحه ما كاينش يعني كيفاش هاد الطبيب غادي يزاول في وسط المستشفيات الجهويه يعني هاد المشكل ديال يعني الظروف ديال التدريب هما اكبر سبب اللي يقدر يخلي الواحد يهاجر ولكن هادشي كما كنقول دابا اسمح لي الى باش نرجعوا للمشكل ديالنا المشكل ديالنا ماشي هو المشكل ديال الهجره حيت كما قلت انا دابا المسؤولين بحال انا صراحه هادي انتربريتاسيون شخصيه ديالي المسؤولين ديالنا كيشوفوا اكثر من 17000 طالب خارج كيهضر على جوده التكوين خاصهم يعني خاص شي سبب علاش هاد الطالب هذا ما يمكنش يكون كيهضر وما عندوش مصلحه شخصيه بحال حنا ولفنا ديال انه اي فئه خرجت تهضر الا سمحتي انت لي غير هذه الفكره اي فئه خاصها تخرج واخا عندي 30 ثانيه اي فئه خرجت تهضر خصني نقول انه عندها شي سبب ولا عندها شي دافع وراءه اولا خصني نشيطنها مع الراي العام وللاسف بزاف ديال الناس كيطيحوا في هذا الفخ ديال انه
يعني كيتشيطن داك الفئه وكيقولوا اه هادو راه خارجين من اجل المطالب ديالهم الوغ كو الحمد لله لا هذا الشيء ما كاينش في هذا النظام هذا ديال الاطباء. عماد كتجيني غريبه انا كمواطن عادي اي مجال من المجالات بانه يجي طالب ويقول لو بيداغوغ ولا الاساتذه لا الطريقه باش بغيتو نقراو ماشي هي هذيك حنا بغينا نقراو بهذه الطريقه راه هي راه هي واحد شويه ما راكباش. انا في دماغي قريت الصحافه كنعرف ناس قراو ليكونومي كنعرف ناس قراو الانجينيوري كتجيني غريبه انني نوصل في واحد الحوار انا شوف الطروحات ديالك كلهم هما هذوك بالنسبه لي بوني انت الطريقه ديال الحديث ديالك هو هذا ولكن انت واش ما كتشوفش بانه صعيبه شي شويه انه طالب اللي هو طالب اللي يلاه خدا الباك كان كيقرا جيد عمو الشراك سيونس حنا كتعلمنا سيونس اكس انتم عندكم علوم الحياه والارض والعباد ملي كتجي انت تقرا ميديسين وتقول لهم لا راه ماشي هكا خاصكم تقراو انا كيبان لي بحال ما كاين ان شونجمون دو رول في هادشي وبانه وي انتم قاريين وعارفين شنو كاين ولكن واش بيناتنا انتم غتعرفوا احسن من لي بيداغوغ اللي دايرين ديكشي يعني واش انت ان بروفيسور دو ميديسين ولا واحد اللي عنده سنوات ديال الخبره اساتذه كتجيو كاملين ما كتعرفوا حتى شي حاجه راه حنا اللي نعرفوا كيفاش خصنا نقراو وشنو خصنا نديرو وين انا غير باش نوضح الصوره نرجعوا لهاد النقطه سي ان بوين اللي كلشي كيدوي كيقول لك لا انتم ماشي اساتذه بوني با دي بيداغوغ ماشي من حقكم انكم شي طالب باش نرجعوا للسياق راه المهم اننا ندوي عليه اش كيقول لك يقول لك نتسنى اون ريبونس فاش كانوا في الاول كيقول لك صبر راه غنعطيوك اون فيزيون ديك الساعه الطالب ما كان كيقول حتى حاجه كيقول لك بلي وي او ماكون اون فيزيون نتسناو الشهر الجاي من ورا وصل لو سوي ديال الطالب ما بقى عنده زعما ما بقاش عنده الوقت انه يتسنى كيتسنى لو بيداغوغ يخرج اون فيزيون شنو طاري لي بيداغوغ اونتر او ما كايناش واحد لو كونسنسوس ما كاينش اتفاق على لي فيزيون اللي كاينين دونك هادشي كخيا ان بروبليم ديال لو روتار شنو المشكل عاوتاني اللي كاين هو انه القرار مخرج لا فيزون بقى ما كايناش دونك ملي كيوصل لي ستوديون هاد لا سيتوياسيون اي دوفيان فرستري زعما ما عارفش شنو تابع المستقبل ديالو مجهول خاصو زعما من هنا للعام الجاي يعرف شنو غيدير واش غيدير تخصص واش ما غيديرش تخصص كان عنده راس المسار ديال حياته انا بيرسونيل دخلت في 2019 الكليه ديال الطب عندي واحد المسار في حياتي باغي نخدم في القطاع العام باغي نرسم واحد الفيزون المسار ديالي كامل كنجي كنوصل 5 اني واش عارفه واش عندي غيزيدان واش غندوز انترن ما عارفش راسي شنو غندير دونك اوتوماتيكمون شطرا ماشي اللي تشوف راه بغى يدخل بلاصه البيداغوغ بالعكس لو بيداغوغ كيبقى ان بيداغوغ والمكانه ديالو مهمه ولكن المشكل هو انه القرار نزل على راس حتى لو بيداغوغ وبونك هو ما بقاش عارف اشنو غيدير في هاد لا سيتوياسيون كاين الوقت كي ستريس دونك لا كونترينت ديال لو طون كبيره بروبليم ديال لا كوميونيكاسيون لي ستوديون ما عارفش شكون تابعو هنا العام الجاي اي لو بروبليم ديال انه واخا زعما كيعطوك ريفيزيون تقدر ما كتشبه الاخرى هذا هو المشكل كاين واحد الاختلاف كبير في وجهه الثلاثه دي ستوديون كيقول لك بلي صافي انا عييت ما يمكنش نتسنى زعما اون فيزون هذا مستقبلي وكنظن انه من حق اي زعما مواطن مغربي ولا اي طالب انه يكون عنده واحد الفيزون كلير على المستقبل ديالو هنا فين بداو المشاكل عاوتاني كيتزادوا ولا كيقلب على لي بلون بي لي بلون سي الى اخره دونك اوليو ما نحلوا المشكل بين قوسين كتقول ديال الهجره اللي كيقولوا على اساس وبدا هادشي كامل واللي ما كنفاقمو فيه دونك بلاصه ما انني نجي نحبس الهجره ونتبازا زعما على لي ستود اللي خرجوا كان شهر لها ايمان هذه نقطه مهمه كان في الكليه ديال الدار البيضاء شنو هما لي تخوا برينسيبال غيزون هي الظروف ديال العمل انا ما بقيتش عارف راسي حتى شنو غندير ما بقاتش غير الظروف ديال العمل زدت عليها الضبابيه ديال ما عارف شنو غدير ثاني حاجه هي الظروف ديال التكوين كاينين دي زوبورتونيتي لا ربما غيكونوا اكبر نفسها عاوتاني نفس المشكل تخوين سيكل ما عندكش ثاني حاجه هي كاليتي دو في دونك بلاصه ما نجي انا نحل المشكل شنو كنجي كنخرج في كنقول ورا الطالب منه المشكل حنا درنا هادشي على قبل الهجره كون كان فعلا على قبل الهجره ما غتسرعش راه بالسنين راه ممكن يمشي سرعتي الوتيره ديال الهجره فقط دونك حنا بغينا الكفاءات المغربيه كامله تبقى في بلادها بغينا انا ربما زعما نوصلوا للستاد اللي نحفزوا هذوك اللي ميدسان يمشيو على برا يجيو يرجعوا لبلادهم يرجعوا للمغرب ويكزيرسي حيت راه كيداوي خويا وبا ما نمشيو كاملين زعما ما نخويوش المغرب كاملين دونك ملي غيجي غيداوي هاد الناس راه مزيان كاملين بلاص ما يحلو مشاكل داروا مشكل اخر ولينا في اضراب ديال 10 شهور ولا لي جون معمر فكر انه يمشي مشى دونك راه كيفاش تهزوا الباك ديالكم مشى انا بيرسونيلمون دابا ما عنديش باسبور دابا عندي 23 عام عمرني فكرت انني نهز الدبلوم ديالي ونمشي لديار زعما المهجر اكثر حاجه زعما بقيت على قبلها زعما في المغرب ربما كانوا لي زوبورتونيتي في الباك اننا نمشيو لفرنسا ولا شي حاجه اخرى مي هذيك كلمه الله يرحم الوالدين انا شخصيا
بقيت على قبلها في المغرب اللي ما غنسمعهاش في المانيا وما غنسمعهاش في فرنسا. دونك لا بروميير ريزون اللي بقيت عليها والله الا زعما كندوي معاك بصح بقات اون سين في عيني على قبلها بقيت في المغرب ومازال كنأكد عليها غنبقى في المغرب زعما شنو ما كان انا باقا غنبقى في المغرب وتاريخ سيشهد على ذلك. ما نقولوش شي حاجه اللي غتلقاني من بعد درت شي حاجه واحده اخرى مي لو بروبليم خاصو يتحل. لو بروبليم لو فري بروبليم هو لو بروبليم ديال لا كاليتي دو فورماسيون اي لا فورماسيون على زيت ضحى حميد الله باغا تشارك من قبيله ولا كنقبل هذا الكونت ديالك ضحى لا دوشو راه ما كيتقبلش انا عاودي صيفطي لي لانفيتاسيون عافاك بور بوف بارلي انا راه جاكسبت جو بو ميم تو بروندر اون كابتور ديكرون لان كنتي غاتشاركي معنا باش تعطي الراي ديالك. ها هو راه دوشو سي سي تامير الى طلع هو كخوا ديال العكوس في انستغرام انا كنشوف حتى البوبليك حتى الجمهور لان دابا ملي كيولي قضيه راي عام كيولي يكثروا الاراء كيولي في الاسئله وكيولي كلشي كيفهم في الطب وكلشي كيولي كلشي كيفهم في المستعجلات وكلشي كيعرف شكون اللي شاريع الحكومه وكلشي كيعرف شكون اللي معت هذاك كيدي يقول شي كيكتب لك ما كافياش 6 سنين شي كيكتب لك ما كافياش 17 عام. النص هنا اللي كيتفرج واش فهمتيني ما عنده علاقه بالطب حتى هو متبع الفيلم غير من بعيد. انا اصلا داير فيديو معاكم باش كنا نفهموا وانا اللي نقدر نقول لكم هو انه هاد المساله ديال الهجره ما عمري نعاود ندوي عليها. هذه كلمه شرف من عندي لانه اللي بغى يهاجر راه كيهاجر ما يتسناش 6 سنين ولا 7 سنين. فهاد المساله هادي ما غنعاودوش ندوي عليها. متفق معكم في غالبيه ديال الامور انا مفهم. الا سمحتي عافاك غير واحد النقطه ما عرفتش واش كتسمعوني مزيان كتسمعوني مزيان غير النقطه ديال اللي هضرتي على لي زيتوديون واش هما اللي غادي يفهموا في لا بيداغوجي ولا واش هما اللي زعما المهم يعني زعما بو امبورت كيفاش قلتيها ولكن غير الفكره ديال انه سي با ا ليتوديون باش انه يختار شنو يقرا هذه هي الفكره. الا بغيتني غير زعما انا هاد لو بوين نقدروا نلخصوه في ثلاثه ديال النقاط اللي مهمين هو اولا انه هذا القرار هذا كون جا بالتسلسل البيداغوجي ديالو نورمال يعني يدوز اترافيغ لي زيتوديون لي اترافيغ لي بروف لي كونسي دو فاكولتي يعني بلي كوميسيون بيداغوجيك ديالهم موراها يدوز في لي كونسي دونيفرسيتي موراها يدوز في المجلس الاعلى للتربيه والتكوين وموراها عاد يتفعل يعني على المستوى الوطني نكونوا متفقين معك. ولكن للاسف القرار جا بقرار اداري ناحيه المشكل هنا شكلي يعني انت كنت تبعوا المساطير اللي انت مولف وكان نفس القرار المساطير كنت تبعوا المساطير ما كناش غنوقعوا في هذه الكارثه كنا مثلا ما كناش غادي نطبقوا القرار باثر رجعي مثلا يعني فهمتي كان او موان غادي يكون يعني واحد ان بازمون جوريديك هذا المشكل الاول. الحاجه الثانيه هي المشكل في المضمون يا عماد المشكل في الشكل ولا في المضمون؟ لا المشكل واش دابا المشكل ديال لا المشكل دابا المشكل فيهم بجوج كاين الناحيه المبدئيه كاين من الناحيه المبدئيه انا نقول لك علاش كاين من الناحيه المبدئيه ديال انه خاصنا نعرفوا علاش درنا هاد 6 سنين حيت لحد الان انا من قبيله وانا كنهضر معاك مازال لحد الان ما استخلصناش سبب واحد علاش مديوره 6 سنين هذا ديال المشكل الاول هذه يعني من طريق مبدئيا المشكل ديال 6 سنين. الحاجه الثانيه انا ملي غادي ندير واحد القرار خاصني دراسه جدوى خاصني انا السيد الوزير كيقول في تصريحات رسميه انه كاينين خبراء داروا لحد الان ما شفتش حتى شي ايتود علاش هذا التقليص كاين مازال لحد الان ما كاينش. عاد الكارثه والطامه الكبرى هي في الاجراء ديالو هي باش تطبقوا باثار رجعي في مخالفه تامه ويعني مخالفه صريحه وصارخه لمبادئ الدستور اللي في الفصل السادس ديالو كيقول بعدم رجعيه القوانين يعني هادو يعني لا اجرائيا ولا مبدئيا كاين يعني يعني لا نقاش فيه. دابا حنا كنهضروا على باش ما نوقعوش في المشكل شنو خاص يدار واش الطالب عنده مكانه في التقييم ديال التكوين ديالو. المنظمات العالميه ديال التقييم ديال التكوين كتشوف الراي ديال الطلبه والراي ديال الاساتذه هادو الناس لا بيداغوجي هما اللي كيهضروا واحسن ابروش باش تشوف يعني يعني باش تقيم التكوين هو تشوف الاساتذه والطلبه راه الطلبه هما اللي كيتلقاو راه داك الشيء راه كان عندنا واحد العميد ديال الكليه الله يذكره بالخير كان كيقول لنا راه لا فاك اي سونتري سوغ لي تيديون اي سونتري سوغ فو يعني ما يمكنش انا عندي اون فورماسيون كي سونتري سوغ لي تيديون سوغ لي تيديون وما نجيش وما نتشاورش حتى معاه وما نقولوش حتى غير واش هذا الموديول هذا شنو بان لك فيه هاد الموديول هذا واش كانوا شي حاجه خصهم يتزادوا واش انا ما كنقولش قوه تقريريه انا كنقول قوه اقتراحيه كنقترحوا وكنقولوا ها فين كاين المكامن الخلل هذا هو ما متاكد انه حتى شي طالب ما حتى شي حاجه نعم بينه حتى شي طالب ما دواو معاه حتى شي حاجه يعني الطلبه كانوا مبعدين القرار بطريقه احاديه يعني كنقول لكم في اجتماعات مع الوزاره
كنقولوا ليهم راه في زعما شنو يعني غادي في المبدا ديال التشاركيه في السلك الثالث، حيت كنا كنهضروا على السلك الثالث ما كناش كنهضروا على التقليص ديال سنوات التكوين. حتى كنا في اجتماع اليوم دازت يومين، لقينا في الجريده الرسميه لقينا في الاول القرار ديال التقليص يعني مراسله وزاريه، موراها لقينا دازت في الجريده الرسميه بدون اي اشراك. شنو هما المشاكل الاخرين اللي عندكم من غير هذه القضيه ديال 7 سنين؟ شنو هما المشاكل اللي كتعانيوا منها في القطاع ديالكم ملي كتكونوا كبروا؟ انا كنعرف الطلبه ديال الطب كيكونوا عندهم مشاكل. شنو هما الحوايج اللي بالنسبه ليكم حتى هما يقدروا يوقفوا ك حجره كسمتي لي كعثره في المفاوضات واللي كيجعلوكم باغين انكم تبدلوهم؟ صراحه انا قبل ما نخلي نرجس تهضر، عافاكي الا سمحتي غير واحد دقيقه نرجس باش من بعد نعطيك زعما غير كاين المشكل الاول اللي علاش خرجوا الطلبه يهضروا، اللي هو جوده التكوين، مطالب اكاديميه بحته، مطالب اللي كتراعي يعني لا فورماسيون ميديكال، لي تيغان دو ستاج، الوضعيه ديال الطالب داخل المستشفيات، حيت الطالب راه كان كيتخلص 21 درهم في النهار في 2024، يعني طالب في السنه السادسه اللي عنده 25 عام ولا 24 عام كيتخلص بهذا الاجر هذا. هذا الشيء هذا مطالب يعني اكاديميه كتهم يعني لاتراكتيفيتي اللي هضرنا عليها باش نخليو النخبه ديال المجتمع دير الطب. هذه المشكل اللي خرجنا عليه لو 16 ديسمبر ولا قبل بعامين. دابا للاسف تزلنا واحد الجبل ديال المشاكل الاخرين نتيجه المعامله الوزاريه مع لو دوسي ديال لي زيتوديون. المشكل الاول اليوم التوقيفات، عبد ربي اللي كيهضر معاك موقف عامين، مجلس تاديبي موقف عامين، علاش؟ حيت انا ممثل طلبه وكاينين بحالي 16 وكاين ايتوديون اللي مطرود من الكليه ومن الجامعه. كاين مشكل اخر اللي هو حل المكاتب والمجالس، يعني حنا هذيك لي بيغو دي زيتوديون اللي كيصوتوا عليهم الطلبه واللي كيتعطاو يعني عندهم واحد الشرعيه واللي كيحلوا مجموعه من المشاكل وكيسهلوا الحوار مع العماده وما بين العماده ولي زيتوديون، تحلوا بطريقه غير قانونيه. عامين وقف دابا شنو ما كتقراش؟ انا عامين توقفت في وسط في مارس، دار لي مجلس تاديبي انا ايتوديون في كوماني ريبريزونطون دي ايتوديون، دار لي مجلس تاديبي قالوا لي نتايا درتي واخليت بالسير العادي للمؤسسه وما عرفت شنو، نتا اللي كدير البويكوت، علما انه حنايا الطلبه كنا كنقولوا لهم لا ما يخصوش يكون البويكوت، صدق الممثل هو اللي السبب ديال البويكوت. وفي حالي يعني داروا لنا مجالس تاديبيه في نفس الوقيته، يعني بنفس الاستدعاء نفس المضمون ديالو نفسه دار مجموعه من الكليات. طلبه في شي كليات صراحه كانوا يعني كان واحد يعني الاساتذه ديالهم وقفوا معاهم يعني موقف تاريخي وما خداوش يعني دي سانكسيون، وكاينين طلبه اللي للاسف يعني ما لقاوش داك نفس الاحتضان وللاسف خداو عقوبات قاسيه، بحال مثلا توقيف ديال عامين انا والزميل ديالي في طنجه، طلبه في وجده عندنا 9 ديال الطلبه موقفين عامين، كذلك في بني ملال عندنا طالب سنه اولى مطرود نهائيا من الجامعه، ان يعني طلبه في الرباط اللي موقفين سنتين. يعني هاد الطريقه ديال التعامل من غير غلق باب الحوار، من غير غلق باب الحوار اللي هضرات عليه نرجس زاد كبرات المشكل. واكثر من ذلك نتايا كتوقف هاد الناس هادو وكتدعيهم للاجتماعات من بعد. وحاجه اخرى صراحه ملي هضرت على الاجتماعات قبل ما نهضروا على لو كونتوني دو دوسي، بحالي اي مدام باش نفهم لو كا ديالك، دابا المشكل البويكوت هادي 10 شهور وانت موقف هذه عامين؟ لا واحد توقفت عامين. توقفت في مارس في رمضان اللي فات، توقفت عامين على الدراسه. دابا انا ممنوع من الدراسه لمده عامين قرار خرج، فهمتي؟ قال لك ما تقراش علاش؟ حيت كاين اضراب. نعم ما سمعتكش. اضراب دويره ما فهمناش. توقف عامين ويعني ومشكل اكبر من ذلك هو انه هاد الموقوفين هادو هما الاعضاء ديال اللجنه الوطنيه وهما الاعضاء ديال المكاتب. يعني دابا راه هاد الناس هادو اللي كتوقفهم هما جزء من الحل، هما اللي كتجلس معاهم في الحوار. والحاجه الاخرى اللي هي ماشي 14 الاجتماع، راه 4 الاجتماعات اللي دار، 4 الاجتماعات اللي داروا، 3 كانوا يعني سيمولتان زعما نقولوا يعني كونسيكوتيف، يعني دار واحد السبت الحد موراها الاربعاء تي ديسمبر، وموراها دار اجتماع فيفغيي لو 15 فيفغيي، وموراها دار اجتماع وزاري لو 21، كانوا فيه ثلاثه الوزارات، كانوا ثلاثه الوزراء الصحه والتعليم العالي ويعني الناطق الرسمي باسم الحكومه، ثلاثه الوزراء كانوا حاضرين. وهاد الناس اللي كانوا في داك الاجتماع الاغلبيه ديالهم موقف،
يعني غير باش تعرف السخريه. والمشكل الاكبر من ذلك هو هاد الناس هادو اللي سينياو لو بي اف 2019 اللي هما لي بيغو ديال لي زيتوديون، تحلو حلوهم بطريقه ما عرفتش جميعنا في ضرب صارخ. عاوتاني المشكل ديال القانون لا لوا 0100 تريبل 0 ديال التعليم العالي ماده 72 فيها اللي كتقول ان الطلبه عندهم الحق انهم يتنظموا داخل هيئات للدفاع على الحقوق ديالهم. يعني دابا هاد المجموعه عندنا ان بروبليم كي اكاديميك بور، زدنا عليه مشاكل اخرين كيكون غير حقوقيين ولا كرامه ديال الطالب. انا طالب واحد مطرود واحد هذا، يعني كيفاش كتسنى ان هاد الطلبه يرجعوا يقراو والزملاء ديالهم موقفين؟ انا كنقرا دابا الدراري كيكسبوا ممثل الطلبه يمثلوني ولا يحرضوني ولا عوده بدون ممثلي الطلبه. كنظن بانه الدراري كلهم صحابكم، وطبعا البنات والدراري كلهم واقفين معاكم، ما غيبغيوش انهم يرجعوا للدراسه بلا بيكم. وهذا امر انا شخصيا كنشوفه عادي، لانه انا كان عندي احتجاج في المدرسه وممثل الطلبه وقع لي اي حاجه ما غنبغيش نرجع بلا بيه، لانه هذا امر معقول انا كيجيني واش فهمتيني. بدينا كاملين غنساليو كاملين، كنتمنى انه الحوار ياخذ منحى اخر ديالو انكم تقدروا توصلوا للحلول. واش كاين شي اضافه بغيتوا تزيدوها نرجس ولا عماد؟ واش حسيت عافاك على نرجس؟ وي ندوي على لو دو ريفونديكاتيف بيسكو بزاف ديال الناس كتحبوا من الناس بسنين اكيد زعما صافي اون امبلور باسكو هذاك لو بوين كان بمثابه القطره التي افاضت الكاس، يعني خرجت عباد الله الاحتجاج. وكنا غنجي غنشوفوا غتلقى فيه 10 المحاور، 8 الى حيدنا المحور ديال الصيدله وميديسين دونتير، كلهم كيتمحوروا على المشاكل ديال التكوين. فيهم كيفاش زعما التكوين كيمشي، الاكتضاد اللي ولينا كنعرفوه حتى هذا باغمي لي بروبليم لي بلوز امبورطون اللي اثروا على الجوده ديال التكوين بطريقه كبيره. كامل عندنا مشاكل، زدنا كنفاقموا المشاكل اونكور بلوس بسبب انهم ما كاينينش اجراءات مصاحبه. حنا ما كنقولوش انه راه ما بغيناش الاطباء في المغرب، بالعكس اون اون بيزوان، ولكن خاص حلول واقعيه. دونك فاش كتجي كتشوف هاد الزيادات ما كانتش مصاحبه بشنو خاص يدار معاها. يعني فاش كتمشي لي زونفي تياتر كتلقاو معامرين عباد الله جالسين في الارض، تخيل معايا طبيب قاري في الارض كيجي المره الاولى الثانيه الثالثه ما كيبقاش كيجي ان سيغتان مومون. راه ما سي با دي كونديسيون ديال لا فورماسيون، كتقول لهم راه خاص حلول واقعيه. الحلول ماشي سي باسكي الحلول كاينين، ولكن خاصه الاراده باش اننا نديرو الحلول. ضربتي ليا الشق النظري لي تي دي لي كور بريزونطيون، كتمشي الشق التطبيقي. شنو هو الشق التطبيقي؟ حنا كطلبه كنعتبروا هذاك الشق التطبيقي اهم حاجه كاينه عندنا في التكوين، لانه التكوين ديال الطبيب هو يديه، هو داك الستاج اللي كيديرو. فاش كتمشي لي سيرفيس يعني في لي ستاج اوسبيتالي المصلحات اللي كنديرو فيهم ستاجات كتلقاهم حتى هما عامرين. تخيل معايا انه وصلنا 80 طالب في مصلحه استشفائيه، عندك العدد ديال المرضى قل من العدد ديال بين قوسين الاطباء المتدربين اللي هما الخارجيين. حنايا زعما اللي كتدرب عندك اربعه خمسه الناس كيجمعوا على مريض واحد، كان خاصك تقل خاص يقلبوا واحد. هادشي في المستشفى الجامعي العمومي خاصو يقلبوا واحد، والاربعه ديال الناس خاصهم يقلبوا نفس المريض. ان سيغتان مومون كيبقى فيك المريض واحد الوقت وكتقول صافي هيشوفوا صاحبي اليوم، التكوين غادي وكيتدور. دونك كان عندنا مشكل في البنى التحتيه، المشكل في المصالح الاستشفائيه، الطبيب ما بقاش قادر انه يجي يقلب المريض ديالو يتعلم الى اخره. قلنا لهم بلي خصنا توسع اراضي التدريب الاستشفائيه، ولا جينا نرجعوا زعما الاساس المشكل راه ماشي حتى اليوم عاد خرجنا حنا وهاد الدوسي علاش ولا طويل، حيت حنا بغيناه يكون طويل. راه في 2015 تاتلقى في اراضي التدريب الاستشفائي في المحضر اللي تسنى مكتوبه وما تخدمش عليها من 2015. يعني سكيموك هو انه ما كاينش واحد لا كونسيكتيفيتي، يعني ما كاينش واحد الاستمراريه في اننا نبقاو غاديين بالاصلاح بشويه بشويه. اكيد حنا كطلبه راه ما كنجيوش كنقولوا خاص العصا سحريه بغينا كلشي مقاد نهار الاول، ولكن راه كتشوف من 2015 والمشكل كاين، بلاصه تحل المشكل كتزيدني مشكل فوق مشكل فوق مشكل. دونك لي زيتوديون كيمشيو للسطاج ديالهم ما كيلقاوش التكوين، كيمشيو لي زونفيتياتر ديالهم ما كيلقاوش التكوين، وبغيتيه شي دوي دونك غيمشي هو فاش غيخرج مثلا في السنه السابعه ديالو غيمشي يقتل عباد الله. كيقول لك زعما لي تيديون دابا كيقول لك انا جو سي راه الانسان كيبغي يميل للسهوله، ولكن انا كنحس براسي ما قادرش انني نخرج من دابا نمشي نبدا نقتل في عباد الله. شنو غندير بهاد الناس؟ الصحه ديال المواطن راه ماشي هي بي سي خطر ليك ما عرفتيش تتعامل معاه غتلوحو في طارو الزبل وتشري واحد اخر الله يعوضك. راه الا مات المريض ما غتعاودش تعاود تحييه. دونك لا فورماسيون ما يمكنش نتعامل معاها على انها صافي راه شي حاجه تخربيقه وصافي. دونك لا فورماسيون ديال الطبيب راه هي حياه ديال المواطن المغربي غدا ولا بعد، حياه با وخو امي واختي. اللي قلتوا لي انا بالنسبه لي زوين فاتني صراحه، انا زعما كنهضر الناس كيكتبوا لي سوبريم لي غيل، انا لي غيل درتهم لي غيل الاول سيتي بور اكسبليك
وجهه نظر، ولكن دابا كنهضر بينا اللايف غيوضح. غنخلي اللايف وغندير ريل موراه باش نقولوا للناس بغا يفهم يتفرج في اللايف. احنا باش نحلوا هذا المشكل اولا، لانه انا انسان حقاني واش فهمتيني، كاين حاجه والممثلين ديال الوزاره التعليميه هذه راه عندهم الحق في الجواب، وندير معاهم لايف حتى هما ويجي يقولوا الهضره اللي بغاو كاملين، حتى هو يتشكاو ولا يشرحوا ولا اي حاجه. ما عندناش مشكل انا واش فهمتيني، كنا شي 5 شهور وحنا كنطالبوا بحوار، كنطالبوا غير بحوار. شوف اتفق معاكم الان، عندي سؤال واحد اخر. شوف بوغ افوار لو كور نيت كاملين نمشيو مرتاحين، كيقول لك بانه بزاف ديال المرات كيكونوا كيتوصلوا معاكم الحل، كتقولوا صافي صافي غترجعوا تقراوا رجعوا نقراوا دوزوا امتحاناتكم اوكي دوره استدراكيه ما كتجيوش، ولا كتقول لهم التنسيقيات ما بغاوش، وان التنسيقيات كان واحد العدد ومن بعد ولاو كثر ديال التنسيقيات. فبغيت تجاوب على هذاك، اشرح لنا شنو كاين. مزيان هذا السؤال هذا، حيتاش انا من بعد واحد المغالطه اللي دازت 14 الاجتماع هذه صححناها، لانه ما كانوش 14 الاجتماعات، كاين 4 الاجتماعات ومتقين يعني محاضر ديال اللجنه الوطنيه، كانوا 4 الاجتماعات هو فقط، هذه الاولى. المغالطه الثانيه هي هذه ديال انه حنايا كنوصلوا الحل وكنمشيو كنبرمجوا كنتفقوا على الدوره الاستدراكيه وكنمشيو كتقاطع، هادشي هذا ما كاينش، هادشي هذا راه هادشي هذا مغالطه كبيره وكبيره جدا. اولا كاين ممثل واحد ديال الطلبه في المغرب، ما عندناش تنسيقيات بزاف، عندنا لجنه وطنيه وحده سابقا كتسميتها التنسيقيه الوطنيه، اللي هي كتجمع لي بيغو دي ستوديون ديال لي فاك بوبليك كاملين، يعني ما كاينش بزاف ديال المحاورين تهضر معاهم، كاينه لجنه واحده، عندنا منسق وطني واحد، يعني المحاور الا بغيتي تهضر مع لي ستوديون الممثل الشرعي والوحيد اللي كنتبوا في جميع البيانات ديالنا هو اللجنه الوطنيه، هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه الوطنيه اللجنه الوطنيه شي واحد اخر ما كاين، اللجنه الوطنيه اللي تطلبت الطب طب الاسنان والصيدله فقط. مثلا كتحاور مع التنسيقيات واحد اخر اللي يقدروا يوصلوا الضغط، غير موجود، غير موجود، غير موجود، كاينه لجنه واحده. هذه السؤال، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي القضيه ديال اننا كنتفقوا كنعاودوا نرجعوا، هذا غير مطروح، والحمد لله المسؤولين عارفين الطريقه باش كتخدم اللجنه الوطنيه. حنايا دابا هكا وكيقولوا علينا محرضين، هكا كيقولوا علينا محرضين ووقفونا، وقعوا اعتقالات كاع في حق الممثلين ديال اللجنه الوطنيه وبمتابعه قضائيه تكونوا قريتوهم في الاخبار. هكا هذه الوضعيه هذه، يعني كيف لنا انه حنايا داخل اجتماع تعطونا الصلاحيه ديال اننا نقول لهم نعم نحن موافقون على هذا العرض او لا نحن نرفض هذا العرض؟ ما يمكنش هذا منطق. حنايا كنخدموا واحد المنطق اللي صراحه فيه يعني واحد يعني كنسمعوها دائما، ولكن هو المنطق اللي كيخلي انه يعني الاحتجاجات ديالنا ولا المقاطعه ديالنا تكون ديمقراطيه بواحد الطريقه كبيره. اي مقترح غير اسمح لي نكمل لك، اي مقترح تعرض علينا من طرف اي وساطه كانت، من طرف اي وساطه اي جهه مسؤوله، كنعرضوه على الطلب بطريقه شفافه، بطريقه يعني موضوعيه، وبدون يعني اننا بالعكس شي مرات كنكون متحيزين للجهه الاخرى، الجهه المسؤوله، وكنتلاموا من طرف الطلبه عليها وزعما سمعنا الهضره عليها وكنعرضوه بكل شفافيه. موراها كيدار التصويت، كيدار التصويت يعني بطريقه بلي فورمولير بلي زيميل اكاديميك، والنتائج ديال التصويت كتعرض على العموم، وكنخرجوا والمسؤولين شي مرات كنلقاوهم موصلين بالنتائج قبل منا، كيكونوا عارفين شنو يعني كل فاكولتي شنو السبب، شنو يعني الريزولتا، ولا واش لي زيتود اون ابروفي ولا اون ريفوزي لو غوفيرمونتال ولا غير. الناس كيسولوا عماد على الطلبه اللي كانوا في الوقفه ديال الرباط وتم الاعتقال ديالهم، واش كلشي تطلق ولا باقي؟ واش كاين حيت كاين اللي كيكتبوا لي هنا الطلبه المعتقلين، واش كاين طلبه باقيين معتقلين؟ كاين دابا 28 طالب اللي تعتقل، ياك تلقوا، ولكن متابعين في حاله صراح، متابعين في حاله صراح، ومتابعين بتهمتين، تهمه العصيان والعصيان وقيلا التهمه الثانيه صراحه مشات ليا، مصطلحات قانونيه صراحه حنا ما يعني ما عندناش درايه بها، ولكن تهمتين وصراحه وكيواجهوا يعني مهددين بالسجن الله يحفظ، يعني بسبب انهم ناضلوا على ولا دومونداو يعني اون ميور كاليتي دو فورماسيون. هاد الطلبه راهم متابعين ولكن في حاله صراحه باش ما يتوسخلهمش الدوسي. المهم هذا امر اللي كنتمناه ان شاء الله. واش كتحسوا براسكم شرحتوا كاع داكشي اللي تشرح، حيت هاد اللايف غيبقى غادي يتنشر، واش بالنسبه لكم فيزافي دو كورنيت حسيتوا بان صوتكم غيوصل يفهموكم، باش بزاف ديال بحال اللي قلتوا ديال الافكار اللي تقدر تكون غالطه واللي ما كتقبلوهاش نتوما ما وصلش. انا صراحه عندي الى نتوما كان عندكم شي سؤال صراحه زعما ولا شي حاجه كتبان لكم مازال ما واضحاش يعني نوضحوها ولا نقربوا.
على الطلبه، هضرنا على التنسيقيات، هضرنا على 6 ولا 7 سنين، هضرنا على الماتيريال وديك الشيء كامل اللي بغيتو يتزاد ويتبدل الكوريا ديال المرض. واش ما كاينش كل سياسي في هذا الشيء؟ ما كاينش شي واحد اللي كيعاون كيدفع شي شويه؟ انا قالوا لي واحد السيد عنده 50 عام كيحضر شي اجتماعات، عنده واحد التوجه سياسي. انا غير قول لي هذا هادشي الصراحه. شوف هادو طلبه، انت قلتيها وانت كتضحك، الطلبه ديال الميدسين ما كانوش شي قبل هذا النضال هذا وقبل هذه المقاطعه، وما كانوش كيعرفوا حتى شكون هما الاحزاب السياسيه اللي كاينين في المغرب، وما عارفينش شكون شاد الحكومه، ما عارفينش شكون. راه الطلبه يعني راه للاسف من بين المزايا ديال هذا النضال هو انهم ولا عندهم وعي سياسي ولاو كيفهموا. اما ما يمكنش انك كيفاش غادي تجمع اكثر من 17000 طالب مختلف يعني العائلات ديالهم، راه كتعرف لاخر الميتين كي داير، يعني كاينين جميع الاشكال والانواع والاقطاب وجميع التوجهات وجميع هذا كاملين مجموعين وموحدين على دوسي واحد اللي هو كاليتي فورماسيون. حنا النضال ديالنا ماشي سياسي وما عمره ما يكون سياسي، نضال اكاديمي بحت كاليتي فورماسيون. كي دايره؟ نعم الوسيط، لان هضرنا بزاف على الوزاره ما هضرناش على الوسيط. الوسيط اللي هي مؤسسه ديال الدوله كتحاول من خلالها انها تفتح قنوات الحوار. كي كانت التجربه ديالكم مع الوسيط؟ يعني صراحه كاين واحد النقطه ايجابيه اللي كنسجلوها هذه من 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 ديبار ولا من هذا، هي الفارماسي. اول نقطه ايجابيه والحمد لله. الحمد لله حنا واحد الوقيته ملي بدينا وساطه برلمانيه ومن بعد كنشوفوا انسحاب المعارضه ولا ما عرفتش جراو عليهم ولا ما فهمناش، كنقولوا يعني كيفاش المؤسسه البرلمانيه ما كايناش في هذه البلاد ولا ما فهمناش، يعني الثقه شويه كتهز. عاوتاني كتمشي يعني الحكومه الوساطه الحكوميه يعني كتعطى اون اوفر، كتعطى اون اوفر وكتمشي في وسط الاجتماع، يعني كي كي كيخرج من وراها يعني تقرير بطريقه احاديه للامتحانات، يعني بدون يعني قبل ما نوصلوا للاتفاق، يعني حتى كنكونوا قربنا نوصلوا للاتفاق وكيتمنا في داك الاتفاق بطريقه احاديه من طرف الوزاره. يعني عاوتاني كتقول كيف يعقد، زعما شنو واقع. الحاجه الثالثه اللي يعني كنا الصراحه كتكون مشكل، يعني من هاد يعني جوج ديال المؤسسات الكبار في البلاد ديالنا يعني ما قدرناش نتوافقوا عليهم. الحاجه الاخيره هي كان داك الملاذ يعني ديال اللي هو المؤسسه الوسيط. مؤسسه الوسيط يعني بالنسبه للو دوسي دو لا فارماسي هي الحاجه الايجابيه اللي كنت نقول الى ايتي ريغلي لو دوسي دو فارماسي اللي دوز اكثر من 9 شهور ديال الاضراب، 9 شهور ونص الاضراب هو واقف. علاش؟ حيت شي سياسيين اولا شي مسؤولين كيقولوا لهم نتوما حيت ضامنتوا مع الطلبه غادي نربيوكم بهذا المصطلح هذا، واللي كانوا عندهم حتى هما مطالب اكاديميه وزعما المطالب ديال لا فورماسيون ديالهم بقاو مجرجرين، والوغ كو كان عندهم واحد التوافق مع الوزاره. يعني مؤسسه الوسيط دخلت بشكل قوي وحلات هذا لو دوسي هذا، يعني بينات على جديه المؤسسه وبينات على انه حنايا وبينات وعطاتنا حتى حنايا صراحه لا كريديبيليتي. ولاو كيشيطنوا لدرجه ولاو كيقولوا الطلبه ما عمركم ما تلقاو معاهم الحل، وداروا دي كونسيسيون غراف وكبار زعما دي كونسيسيون من طرف الطلبه باش نبينوا انه حنايا اون فو يعني سوفي لاني اونيفرسيتير اون فو بريزيرفي ليماج ديال لا كاليتي بوبليك. والوسطه ديال وسط المملكه بالنسبه للطلبه الطب، طلبة الطب راه مازال مستمره بيت. يعني حنا مازال ما لقيناش يعني واحد التوافق تام، ولكن مازال ما انتهاش النقاش، وان شاء الله زعما كنتمنوا ان يعني كيما سالت لو دوسي ديال لا فارماسي ثاني لو دوسي ديال لا ميديسين. داكوغ، واش هاد كاين ان بروبليم مع لا ميديسين بريفي، هذاك الطب التكوينات ديال الطب الخاص، واش كاينه شي حساسيه؟ كنت سمعت بانه لا ما كاينش اشكال مع الكليات الخاصه ديالي بانه الطب العام يعارضون بان يشارك طلبه الطب الخاص في لي ستاج ديال السي اش او ويدوزوا معاهم امتحانات سبيسياليتي. كاين اللي كيقول لك حيت حقا يمكن لا فورماسيون او نيفو بريفي تقدر تكون شويه تقل من لا فورماسيون في نيفو بوبليك. واش فعلا لا فورماسيون ديال البريفي شي مرات لان كيتابعوهم لان كاين الامكانيات تقدر تكون ما غنقولش احسن ولكن فيها امكانيات اكثر، ربما تعطيهم واحد شويه ديال الامتياز عليكم، ولا لا الهضره ما كايناش؟ المشكل ديالي يعني مع الكليات الخاصه بعدا كنعتبرهم زملاء في المهنه، ويعني راه بلادنا محتاجه الاطباء، يعني هذه حاجه ضروريه. يعني ملي كنشوفوا انه يعني كل ما قدرنا نخرجوا دي ميدسان راه سي بوزيتيف، يعني هذوك الزملاء ديالنا في المهنه. وفي عوض ما نكون انا ندير الخدمه ديال 10 الاطباء، الا كانوا بلوس دو ميدسان كيتخرجوا راه ندير الخدمه ديال القل. هذه النقطه الاولى، يعني ما كاين حتى شي اشكال معاهم، وبالعكس خير ودليل على ذلك انهم دايرين وقفه تضامنيه مع الطلبه اللي تعتقلوا ديال يعني طلبه اليو ام سي، راه دايرين وقفه تضامنيه مع الطلبه اللي تعتقلوا في الرباط. يعني كيبين انه راه حنايا اوني دي كوليك، هذه الحاجه الاولى.
حاجه ثانيه وهنايا غادي يعني باش نجاوبك على السؤال ديالك ديال لي ستاج. دابا لو بروبليم اللي هضرت عليه نرجس الاكتضاد راه واضح، يعني انه كاين ان بروبليم دون كادرومون و ديفيكتيف فوس لو ستاج، يعني لا كاباسيتي لي تيير اللي كنهضروا على عدد الاسره بالنسبه ولا عدد المرضى بالنسبه لكل طبيب يعني خارجي ولا بالنسبه لكل طبيب يعني متمرس ولا طالب، كاين مشكل. كاين اربعه الناس كيقلبوا مريض واحد وكيولي داك المريض بحال اون اكسبيريونس، ماشي الكرامه الانسانيه ما كتبقاش. يعني هادو اصلا مشاكل كنعانيو منهم دابا في لي تيغان دو ستاج ديالنا، لي تيغان دو ستاج ديال سي اش او دابا ديال التدريب، واللي كتقولوا نتوما دوك الارضيه ديال التدريب ما كافين نقولوش اصلا نتوما. يعني حنايا كنطالبوا بتوسيع اراضي التدريب الاستشفائيه وكفى، يعني انه لي تيغان دو ستاج اللي اصلا فيهم الاكتضاض ديالنا حنايا خصنا حنايا كنطلبوا مزيد من الاراضي التدريب الاستشفائيه فقط. دابا هذوك اللي قلنا ديال لي غروبمون سانيتير تيريتوريو اللي غيكونوا في مدن مغربيه كثيره واللي غيكونوا تابعين للمستشفيات الجامعيه. عماد نرجي شكرا، انا اللي نقدر ندير مور هذا اللايف وانا نخلي هذا اللايف هذا اللي معكم غندير موراه نشرح بانه اللي بغى يفهم المشكل ديال الطلبه والمطالب ديالهم. واحد دقيقه واحد ثانيه اخيره هنايا واحد التحيه نضاليه للمعتقل ديالنا الطالب ياسر الدرقاوي راه متابع حاله دقيتي عليا في الريل اللي قبيله تفرشتي فيها مع بلال ما بغيتيش تقول السميه المانيا الو تاك عاقل واش انت لا ما كاينش كيبغي تفرشتي على اي ما تقدر لي اودي بخصها عارف ولا ما كنتيش كتهضر لا المهم راه تصحح اللوب تصحح اللوب الحمد لله. شكرا بزاف على الاستضافه والله صافي بليزير صافي والله مزيان المانيا واحد النقطه اللي كنهضروا عليها في الكومونتير هي القضيه ديال السيتي يونيفرسيتي. باش نشرحوا زعما الناس اللي كيتفرجوا كيقول لك بلي عندنا مشكل ديال السيتي ومن حاجه دونك غير بجد هما السياق راه شرح انه كانوا مشاكل ماشي هو اللي بغى انه يدير. شنو المشكل اللي كاين اليوم هو انه تحبسوا على لي ايزيكيجون زعما من غير الانشطه الى اخره تحبسوا عليهم لي زاتيستاسيون. دونك دابا كاين دي ديلي بوغ الاحياء الجامعيه و بورس ديكسيلونس حابسين عليهم لي زاتيستاسيون لهم ما غنعطيوهمش ليكم الا بغاو يمشيو نتوما اللي بغيتو ديروا اضراب زعما كاين اون اوف كيسو كاين اللي كيقول لهم الا عندكم شي صاحبكم بويكوت ديروا باش دبروا راسكم حنا ماشي المشكل ديالنا. فكنتمنوا انه زعما الازمه تحل ما نزيدوش زعما المشاكل. درنا التوقيفات درنا الحل ديال المجالس درنا الزيروات حبطنا زعما لي زيكزامان ونزيدو عاوتاني نحرمو حتى هاد لي زيتوديون من حقوقهم البسيطه زعما راه الناس اللي محتاجين زعما ديك المنح ومحتاجين سيتي يونيفرسيتير اي اوسي زعما ما كرهتش ان الامور ما تحلش. زعما حنا راه ناس ديال الحل نؤمنوا بالمؤسسات والخير دليل على ذلك هو ان حنا جميع ابواب ديال الوساطات مازلنا زعما نؤمنوا بالحوار راه حتى دابا زعما فاش كان لو لايف مالغري كو زعما كانوا المغالطات اكسيتيرا راه اون انسيستي باش نهضروا ونقولوا شنو هما لي زارغومون ديالنا حيت زعما كنقولوا حنا ناس ديال الحوار. اون بتيت دوموند فاميد ما تردهاش ليا في وجهي عافاك سي بوسيبل دو زعما يتصحوا هاد المغالطات الا قدرتي دير معنا ان غيل ولا شي حاجه بوغ زعما جوست زعما بوغ اون بارلي. حنا راه هضرنا غير با لو غيل بيان سور مي باش يوصل لاكبر عدد ممكن. انا غادي ندير ان غيل مور هاد اللايف باش نقول لهم تفرجوا على الطلبه ديال الطب راه كيشرحوا المشكل ديالهم كامل وبانه الوزاره الوصيه عندها الحق انها او باش ما بغات وعندها الحق انها دير لايف باش نفهموا حتى هما الدفعات ديالهم. بين الشرح الاولي اللي كنت شرحت وانا واش فهمتيني راه دويت الطلبه ديال الطب ودويت مع مصادر حكوميه ملي شرحت انا كنقول لك راه واش كيتقال هنا واش كيتقال هنا انا اتهمت شي واحد. والمشكل ديال الهجره دي راه مشكل كاين زعما شي واحد ما يقدر يحيدو راه بزاف الاطباء كيتكونوا كيمشيو. المهم اللي غندير واني غنخلي هذا اللايف راه وصل صوتكم تبارك الله اللايف ملي ديما راه فيه ما بين 7000 8000 9000 ديال المشاهدين وباقي غيتشاف بزاف. غنحيد هذوك اللي غير اللي قبل غنحيدهم لانه بالنسبه لي هذا كافي ما غيحتاجش حتى الناس يشوفوا هذاك الشرح اللي كاين. وكنتمنى بان تعتبروا بان صوتكم وصل بانه كل هذه طرحت الاسئله حاولت ان الناس يفهموا تبارك الله عليكم مستقبلكم كبير. انا فخور بكم شكرا جزيلا فخور بكم شكرا سيرينا شكرا كديروا هذاك سي صامد معتقل اعتقل واحد اخر اعتقل واحد اخر جوج بهم في التنسيقيه الوطنيه شكرا بزاف عندك الصافيط ولا بيت ولا الصافيط لا مشينا في
طافيت ومراه دانا في واحد الطوموبيل اخرى، ولكن المهم شفنا بزاف الكوميساريات هاد الايام، قصر العداله جميع المرافق. بيدير لايف صافيت فهمتيني ما هي المعتقد. شكرا تبارك الله عليك، ميرسي بوكو. برافو الله يكمل. دعي معانا دعي معانا، ميرسي بوكو ميرسي. الله يسهل عليكم الله يعطيكم لي في الخير. السلام عليكم. شكرا عماد الله يحفظكم. شكرا الله يحفظكم. السلام عليكم.